دعاء نبوي رائع وشامل يشمل كل احتياجات يومك وليلتك، احفظه وداوم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا جدا جدا، يمكن انت سمعته كتير، ويمكن يوم الجمعة بتسمعه من أئمة المساجد على المنابر، عمرك ما فكرت ان ده دعاء نبوي، ويمكن عمرك ما حفظته، لكن هو الحقيقة رائع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أدعية النبي أجمل ما فيها انها بتلمس كل احتياجات الحياة. الدعاء دون مسته ان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يعني ايه أوتي جوامع الكلم؟ يعني يقول لك كده عبارة أو يقول لك كلمتين ثلاثة تشمل احتياجات حياتك كلها. أنا نفسي أنك تحفظ الدعاء دون وتكتبه عندك وتعيش بيه، وياريت لو تدعي بيه كل يوم. إيه هو الدعاء؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم أو في هذه الليلة، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ناقص ايه يا جماعة؟ ده شمل كل حاجة. ده شمل اللي نفسك فيه واللي نفسك تدعو بيه واللي اهتماماتك في الحياة بتفكر فيه. نقوله بسرعة تاني: تكتبه وتحفظه وترسله لكل حد نفسك ان هو يبقى عنده، ولولادنا ولشبابنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. 10 طلبات ب10 أدعية تشمل احتياجات يومك كله. حافظ على هذا الدعاء النبوي الجميل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وتعالوا ندعي بيها: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.